أشغال الدورة التكوينية الرابعة لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنظمة بأكادير تناولت موضوع العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية. هدف من هذه الندوات هو تأطير أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية على تجويد البحث الجنائي وإعطائهم الأفكار اللازمة لتجويد هذا البحث والسهر على إجرائه في أجل معقول. هذه النسخة تأتي بعد دورات فاس ومراكش والدار البيضاء في أفق تنظيم لقاءات أخرى تنفيذا لتوصية اللجان المشتركة في معهد القضاء. خلنا لقاء آخر هو اللي باقي هو ديال طنجة، واللقاء آخر اللي هو لقاء وطني دائما في إطار المناقشة ديال المجموعة ديال المشاكل بينها القضايا ديال المواطنين باش تنفذ في السرعة اللازمة وتجويد كذلك المساطر وتجويد الأبحاث من طرف السادة ضباط الشرطة القضائية. وتروم هذه الدورة تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية وتقوية أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.